رمضان هل علينا بالخيرات، يهدي لنا الآمال والبركات، يحيي القلوب بهدي رب راحم، ويمدنا بالنور والنفحات. فيه الكتاب تنزلت أنواره هديا تضيء لنا بمحكم الآيات. تحية طيبة أحبتنا مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، وحلقة جديدة من برنامج فوانيس من بقاع بيج الطاهرة وأهلها الكرام الأصلاء. نستضيف وإياكم بهذه اللحظات شخصية دينية عشائرية لها مقامها في مدينة بيج خاصة وقضاء صلاح الدين وعراقنا الحبيب عامة، فحياكم الله بهذه اللحظات وباسم مشاهدي قناة سامراء. نرحب أجمل ترحيب بضيف هذه الأمسية بالسيد هاشم بن السيد عبد الله النامس. حياك الله شيخنا، رمضان مبارك يا خير مقدم. الله يعزك ويسلمك. مرحبا، شرفتوا. حيا الله سيدنا، بك الفخر والله. فضائية سامراء عزك الله، شرفتونا يا حياكم الله. رمضان مبارك سيدنا، عزك الله، كل جميل. الشكر والامتنان. وحقيقة يعني مهما كثر مفردات الشكر والامتنان لجنابك الكريم فهي قليلة بحقك لحسن استضافتك شاشة قناة سامراء الفضائية. ومثل ما نشاهد الشعار اللي خلفيها خير مقدم، فهو ديوان لكل المسلمين ولكل العراقيين، وانتو أهل للخير إن شاء الله. حياك الله سيدنا. ما عليكم زود، شرفت. الله يسلمك، بارك الله بيك، الله يتقبل منك الصيام. العزيز الغالي محمود ديمة، بارك الله بيك سيدنا، عزك الله. سيدنا العزيز، وانت شخصية عارفة من عوارف هذه المنطقة المباركة، وان شاء الله يا رب الصحة والسلامة وطولة العمر. سلمك. والله يتقبل منك الصيام والقيام وقراءة القرآن. سيدنا خلينا نعود لأيام نعومة الأفطار، أيام الشباب، أيام بناء الذاكرة، وإحنا بهذه الأجواء المباركة، أجواء شهر رمضان، نستذكر أيام سابق العهد، أيام طفولة السيد هاشم، كيف كانت أجواء رمضان؟ والله أجواء رمضان بالزمان القديم، نعم، كانت بصراحة الوقت هذاك وقت ذهبي. الله. ليش؟ لأن كان نقي. نعم. ماكو هاي الحروب ولا هاي المشاحنات ولا هاي الأجواء. حتى الأجواء الساعة اختلفت، حتى الأجواء اختلفت، يعني نعم، مو مثل قبل. قبل نشوف السماء أزرق صافي جدا، الله الله، الأمطار كل سنة تجينا، الربيع الخير وافر، الخير وافر، الله، والأمان، نعم، والحشمة، وكل إنسان يعرف مقامه، لأن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يقول رحم الله أمر عرف قدر نفسه. الله الله. فكل من يعرف قدره. نعم. فرمضان كان يجينا بالسابق يجينا كانت العالم على فوانيس، على الآلات، الله، كهرباء ماكو، بيوت طين. نعم. والجوامع يعني بيجي كانت بجامعة، يعني جامعة السوق والجامعة اللي عند والدي السيد عبد الله النامس رحمه الله. فأنا كنت المؤذن من طفولتي، أنا أذن تبارك الجامع. الله ما شاء الله. فأحيانا نصعد فوق المسجد نأذن، يشوفون القرية أنا واجب فوق، يفطرون. مكبرات صوت ماكو، ماكو مكبرات صوت. نعم. أو راية بيضة. أي أبا. إيه. والطعام يعني برمضان يصير مشكل. نعم. إيه يعني تشوف العالم تسوي شوربة، تسوي الأكلات يعني اللي مثل ما يقول، بل بغير رمضان. نعم. نوعية واحدة، بس من يجي رمضان لا، التنوع على الأكلات. الله الله الله. فهين يسوون مثل ما يقول أكلات خمس ست أشكال. نعم. إيه. فشربت الماش. أي أبا. إيه. والمحلبي يتبادلون الأطعام قبل الإفطار. ايه قبل الإفطار العالم توزع على البيوت. الحجية كانت الله يرحمها تنطيك الصينية وتبلك على جارك. ايه بالله، كنا أطفال ونوزع ما شاء الله على الجيران. فمن يجي رمضان نحتفل به. اها. ونسهر نقيم الليل. نعم. قيام تراويح، تهجد، استغفار، يعني فكله نعتبره عيد. الله الله. كله الله عيد عندنا رمضان. حتى احتفظ احتفظ حتى العمله، كنا هذه عمله. هذا الفلس.
هذا الفلس وهذا الخمس فلوس كنا نسمع بها والله هسه الله شفناها. لا بل احنا وعيناها. يا ابا الفلس والخمس فلوس هاي شوف هاي البركه ما كانت العقيمه قبل هذه. اي وهذه اخر شيء بالسبعينات 500 فلس. اي الله طب الميداليه دائما افتخر بها وحنوون على ذيك العمله. الله الله لان البلد قيمته بعملته، اذا سقطت العمله سقط البلد. اي والله فالبلد عزه بيش بعملته. اي بالله شوف بعض الدول الساعه العمله مالتهم احتفظوا نعم. بها ومحافظين عليها نعم. اي والله فظلوا ولكن احنا الباقين يعني نسال الله العفو والعافيه والله يعيد هذيك الايام. امين العز. يا رب ان شاء الله يبدل حالنا الى احسن حال. يبدل حالنا على احسن حال ان شاء الله بوجودكم سيدنا العزيز. فاذكر الوالده رحمه الله عليه فاض الشط علينا. اي فالعرب شالت من جوا على المنطقه هاي. هذه في بهي سنه سيد؟ بالستينات. بالستينات نعم. اي فوالدي بقى ما شال قال انا شلون اشيل؟ ايه ما ترهم سيد عبد الله نامس يشيل. اي بالله. بقى والعرب شالت وبقى وهو بقى ما شاء الله. احنا عياله قلنا له احنا نروح قال انا ما اروح ابقى. رحمه الله. فعندنا شجرات توث. ايه فقال اذا المي اذا السد انكسرت اصعد على شجره توث فوق ما اطلع. الله. فتذكر شيخ ناظم العاصي رحمه الله عليه من كبار الاولياء شيخ ناظم العاصي صديقه نعم رحمه الله عليه. وتذكر صعب الجميل من شيوخ نعام هذا الاصدقاء يعني الله الله الله. سنين وهم نعم. متخاوين نعم. فقام يتمشى ويا السده ولكن السده قامت تكسر شويه شويه. طيب ما تعرف بالساعه طق الشيء. فقام يقول ابيات. ايه قال نخات ناظم وجبر ونعامي. اي والله نخات ناظم وجبر ونعامي بل شب دعاهم ينجي لها الغامي. اي والله قولوا صعب اخوك مس الظامي العين ترقف فزعكم ما جاني. الله الله. اي يا ابا فرحمه الله علي كان له علاقات واسعه رحمه الله. فبعد وفاته بال 2002 نعم احد المسؤولين جزاه خير من اصدقائه الفاتحه منصوبه ودرب عليه دربني المكه رحت حجيت صليت الفاتحه مع الوالدي نعم. من طبيت مكه سويت عمره ونمت واذا هذا والدي رحمه الله عليه رحمه الله. فيلبسني عباه خفيفه لبسني عباه لما لبسني العباه اريد امشي مع دقدر ثقل اباذلك 100 كيلو صار مكتاب. يا ابا يا ابا فزيت ونها رؤيه. فكان رحمة الله علي شيخ خيري رحمه من الله. العلماء نعم. شيخ كمال ومن العلماء ويانا. فصلينا الفجر قلت لهم شفت رؤيا هكذا والدي قالوا حملك مسؤولية. يا الله شنو المسؤولية قالوا ما نعرف. فعد ما حجيت ورجعت وقومت تتاول الرؤيات اشوف رحمه الله عليه رحمه الله. فهي ثاري الانسان لما يموت يموت الجسد الروح تبقى عند الله 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 يتحكم بها الله سبحانه وتعالى وتنزل على فلان ولا تجي على الولد وعلى الام والى اخره. فوالدي منذ مات ليومنا هذا انا اشوفه في الرؤيا ويجيني الله ويحكي كلامين. ايه يحكي كلامين اتحقق الرؤية. فشفته في رؤية عالم الرؤية بتكريت طبيت على بيت من بيوت اهل تكريت نعم. بالرؤية واذا والدي جاعد ويا خمسة اربعة طيب رجال ما اعرفهم صاحب اللحى عقل هذا الاولي الله. العقل مالهم دميريات. قال لي والدي ننتظر خوي راح يجينا بس فزيت ونا رؤية عرفت واحد راح يموت منه ما اعرف. يا ابا فصليت الفجر فبقيت متوجل والدي يقول راح يجينا خوي ننتظره بمعنى راح انسان يموت منه ما اعرف. فظليت متوجل صارت ترى يقت صارت الساعه بثمانية دق علي خوي سلام الدحام صديق لي هنا من ربعنا نعم بيجي قال لي اخي تذهب اليوم بلي المتوفي جمال الدبان. الله الله الله. فعرفت رجل صالح راح يروح من قال ننتظر نعم. خوي هم صالحين بمعنى ينتظرون صالح وما ينتظرون نعم. طالح. اي والله العلامه جمال الدين. فاكتشفت
اكتشفت نعم الصالحين اللي من اهل تكريت متوفين قدامه. نعم شفتهم بمعي بس ما اعرفهم صالحين. الله الله. واللي راح عليهم جمال الدبان، شيخ جمال الدبان رحمه الله. فهكذا الروحانيات. فوالده رحمه الله عليه انا وياه لحد الان من 2001 توفى. لحد الان انا وياه على اتصال. نعم. يجي يبلغني. يجي يبلغني. يبلغني بعمل اسويه بس بعد ايش؟ بعد فتره من الزمن. الله الله. 20 يوم. قال تذبح طليان هذا وهذا. قال تذبح طليان هذا وهذا وندحج عليهن بالروية، عندي هن كوزه. ايه. فزيتهن روية. سالت العالم بتكريت شيخ. وشفت رؤيا، قال راح يصير واجب وانت تقيم به. نعم. ورا 20 يوم توفى شيخ نفوس الحمد عمنا. الله. شيخ الجيسات هو صديق والدي. نعم. متجاورين. نعم. وكان والدي يحبه حيل ويحب والدي، تجاوروا 70 عام ما حد غث احد. الله الله الله. واثنينهم صالحين واثنينهم في المسجد قضوا عمرهم. نعم. فبعد 20 يوم توفى عمنا. نفس الطليان الأشر عليها والدي، قال تذبحن انا ذبحتن، سويت عشاء لما جو منين؟ دفنوا وجو. نعم. سويت عشاء. تبليغ. الله. تذبح تذبح. اين يقول لك الصالحين مات وراح؟ اين يقول لك الانبياء راح؟ لا موجودين. الله. راحت اجسادهم، بلت الاجساد. نعم. ولكن الارواح باقيه ما شاء الله تتزاور. نعم. ويجون ونشوفهم ويشوفونا. هكذا الله. الصالحين. فانا ابوي رجل صالح. نعم. لحد الان انا وياه على اتصال. نشهد له بالصلاح وتوارث. حياكم الله. الله يسلمك وشرفتوا. الله يطول بعمرك ان شاء الله. يا مرحبا. ويديمك بصحه وعافيه على سيره الوالد رحمه الله، رجل غني عن التعريف. ولكن قبل ان ندخل اجواء البرنامج سيدنا، كانت لك عبارات عن عدم الرضا لهذا الجيل الواعد، جيل الشبابي، فنستذكر ما توارثته من الوصايا اثناء تربيه الوالد لك. شلون كانوا قبل شيابنا يربون ابنائهم؟ شنو نصايحهم وصاياهم؟ كان وصاياه رحمه الله عليه رحمه الله دائما يقول فلا حسبنا على الدنيا لنا تالي، يعني ما حسبنا بالدنيا لنا تالي نمشي. فخلى براسي اكو مشيه. قال زهدان. نعم. قال خلى الدنيا بيدك، لا تخليها في قلبك. الله. اذا خليتها في قلبك تجمع الاموال وتصير حارس عليها. الله. ولكن الله. اذا بيدك تحكم بها كيف. نعم. كان يردد شو يقول؟ يقول دنيا تجدد قدرها كل يوما. الله. والناس فيها في أعنف صراع يتنازعون على رخيص متاعها. نعم. وغدا يفض الموت كل نزاع. والله. على الدنيا التأسف راح منها، ما ظل بها مال. نعم. تأسف عليها. على الدنيا التأسف راح منها، أخذ وانظر لحالك راح منها. راح منها. تنظر للحواء وراح منها، جفن خاما درز حذر الوطية. الله. فكان الله هذا الله. تعليم إلي. نعم. فأني أخوان عندي أكبر مني وأخوان أصغر مني، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لوالدي خادم. أنا من أخوتي صرت خادم منذ عمري 10 سنوات. الله الله. فكل أسراره عندي. حتى كقصة. ايه. يقول شيخ مشعان الفيصل رحمة الله عليه من الشيوخ المحمد البدو. نعم. زاروا حد الشيوخ. أه. على بيته. طيب. يومين قبل الضيف 3 أيام، فصار بل عند العائلة شوية الأطفال صار صوت وما أدري شنو هرجة. ايه. فتنحنح شيخ مشعان قال والله وإذا سكته. طيب. معكم يومين هذا الشيخ ما يسمع. ما يسمع. قال والله إذا رحت لأهلي وجوني خطار أسوي مثله على خوش شغلة. أها. فيوم من الأيام جو خطار صارت هرجة بالبيت. أي. قام يتنحنى النوب زادت. تنحنى النوب زادت. طيب. تالي حرمتش قالت له. أي. قالت وجع يسلع قلبك. ما تجي على عجيانك. تكتب. فعلمني رحمة الله علي كثير من التاريخ اللي عنده. نعم. وكان يحب العلماء يجلهم. الله. يقول العلماء ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء. نعم. فحب شيخ ملا عشم رحمة الله عليه. رحمه الله. عالم البيجي. نعم. الدوري. فلما توفى جيت على والدي قلت يابا
شيخ عشم متوفي ميت. نعم. قلت شيخ عشم ميت، فبهدوء كلمني قال لا 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 شيخ عشم ما مات، البيجي مات. الله. قال شيخ عشم ما مات، البيجي مات. الله. وكان الله صالح المطلوب رحمة الله عليه. الله من أصدقائه. نعم. شيخ صالح المطلوب. نعم. رحمة نعم. قال علي ما ننسى ودادك يا صالح، ما زالنا حيين. نعم. ويا أبو خلاق حميدة ضد الخرافيين. الله. الخرافيين اللي مثل ما يقول احنا اللي يحبون أهل البيت. الحب لأهل البيت واجب. نعم. فمن لم يصلي عليكم لا صلاة له. صلاة له. صلاة. فهي أكو ناس يعني عدها خرافيات هاي وحد. نعم. ولكن حب أهل البيت فرض. فرض والله. فرض. ونحن من أهل البيت. أيوة. وفتحت هذا المضيف. كتبت عليها خير مقدر. أي أيوة والله. خاف أنا مو موجود ويجا الضيف مكتوبة بالباب يا خير مقدر. الله الله. فهذا دار المسلمين ما ليس شاء داري. ما شاء الله. وهذه وصيت أولادي وعائلتي هذا الدار وقف للمسلمين إلى يوم القيامة. ما شاء الله. وهذه على حسابي أنا سويتها. ما شاء الله. كثر الله من أمثالك عزكم الله. كثر الله خيرك. حقيقة يعني استمتعنا بكل ما أدلوت به من القول المأثور والحكمة، يعني شخصية حكيمة عارفة من عوارف أهلنا وساداتنا في قضاء بيجي السيد هاشم بن السيد عبد الله النامس. كان بدنا أنه نستمر لنهاية الحلقة، ولكن بهذه اللحظات حكم أذان العشاء وصلاة التراويح، فعلى هذا الأساس راح يكون لنا جزء إن شاء الله ثاني بعد هذا الفاصل. شكرا جزيلا سيدنا، بارك الله فيك، الله يحفظك إن شاء الله، تعيش وتسلم. حياكم الله مرة ثانية أحبتنا مشاهدي قناة سامراء الفضائية. قبل الفاصل كان لنا كلام ومأثور جميل للمغفور له بإذن الله السيد عبد الله النامس والد السيد هاشم. تكلمنا عن الرؤية وتكلمنا أقوال جميلة جدا تدل على صلاح هذا الرجل، إن شاء الله الله يجعله في عليين مع الشهداء والصالحين. أما بهذه اللحظات ننتقل إلى ما يعرف بالكرامة مع فضيلة السيد هاشم بن السيد عبد الله النامس. حياك الله سيدنا مرة ثانية. مرحبا. عزك الله يا هلا بالسيد، طال عمرك. ومن كرامات اللي شفتها الوالدة رحمة الله عليه. نعم. أنا عسكري بال 82 بالموصل، شباب كنت. أها. فشفت رؤيا وأنا في الموصل. نعم. بالرؤيا، وإذا أني أمشي لمكة. طيب. مشيت لمكة الحج بالرؤيا. نعم. فلما جيت على باب السلام وإذا حراس اثنين. أها. كل واحد رمح على خشمج واحد قبال الثاني. طيب. والحاهم شبر فوق زطم. أها. منبل ريش من فوق. نعم. فسمحوا لي طبيت، يوم انطبيت وذا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه على تخت محرم حرام كامل ومرتجي. الله. فمن طبيت قال مرحبا بهاشم. يوم قال مرحبا بهاشم بقلبه ايش قلت؟ قلت ايش مدري انا اسمي هاشم؟ أي. فزيت وانا رؤيا. الله الله. والله قعدت مستبشر ويا البكاء. اها. بكاء الفرح مستبشر. الله الله. من نزلت مجاز جيت على والده رحمه الله عليه، قصيت له الرؤيا، قال لي تحج. الله. قلت يابا انا عمري صغير وعسكري، قال الرؤيا تقول شفت الحبيب محرم تروح، بس ما اعرف ايمت الله سبحانه وتعالى الله الله يحققها. الله الله. تحققت امت، تسرحت من الجيش لما بل قبل ال 88 89. اها. فتحققت بال 90. نعم. كان خالد الياسين الله يرحمه الله يذكره بخير مدير اوقاف. نعم. جهين عند والدي قال سيد هاشم ما تروح لمكه؟ قلت له عمري صغير. قال اسويك مساعد طباخ يريدون عمره صغير. اي. وكان والدي شو يقول؟ يقول الان يا هاشم. الله. تحققت الان. الله. تحققت رؤيتك دي. ورحت حجيت. فهو رحمه الله عليه راح حج. فمن راح حج هناك ويا الحجاج كلهم ربعه. نعم. ويخدمهم، يصرف عليهم، واللي يحتاج فلوس ينطيه ويدينه، كلهم يعرفون ويحبه. نعم.
فعنده جنطة دبلوماسية بيها فلوس سعودية كويتية من كل الأصناف، عنده فلوس الله مرزقه ما شاء الله. فالجنطة ماله انفقدت راحت. طيب فوالدتي هي كبيرة، والدتي من عشيرة الطي والنعم، مرة يعني هي خدمته من طفولتها، طفول خدمته مرة صالحة وكريمة رحمه الله. فقالت له لا تدير بال، والله الله ما يخليك، انت ابو الفقير، انت اللي توسط للناس، فكيت ناس من الاعدامات اللي تنقلوا، نعم الجنود تجي عليك تكرمهم، الفقير تنطيه، والله ما يخليك. اي ما يطلع قاعد. ثاني يوم ويجي واحد سعودي يسأل اي بالحملات مال صلاح الدين إلي ما جاء، يسأل على من؟ سيد عبد الله النامس، سيد عبد الله النامس بحملات صلاح الدين، سيد لي ما جاء على الحملة مالته. طيب قالوا هذا سيد عبد الله النامس، فبرك قدام والدي وبكى. الله قالوا أنت الله. سيد عبد الله النامس؟ قالوا نعم أنا سيد عبد الله. قالوا أنا ما أعرفك ولا شايفك. طاف علي أول البارحة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال تودي مبلغ من المال السيد عبد الله النامس في الحملة صلاح الدين. الله 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 الله. فوالدي بكى وصار بغير عالم، والحجاج اللي وياه راحوا كلهم، قسم منهم ماتوا والله يرحمهم، وقسم الله. طيبين يسمعوني شتكلم. نعم. فانطى مبلغ من المال، قالوا هذا اللي أمرني به رسول الله، ويشبك والدي ويبوسه. فوالله أنا شفت من الصالحين رجال، نعم شيخ ناظم العاصر رحمة الله عليه رحمه الله، شكوا كلام قالوا قبل تحقق ورا ما مات، ورا ما مات. فالرجال اللي شفتهم من الصالحين كثيرين، من الرمادي، من الجنوب، ما شاء من الله. الشمال كانوا يجون يزورونه، هذول السادة البرفكانيين، من سادتنا البرزنتية الكزنزانية شيخ عبد الكريم رحمة الله عليه رحمه الله. يعني كلهم هذول راجع والدي، كلهم رجال واصلين إيش؟ اتقوا الله، الله خافوا الله، الله طبقوا شرع الله، الله تصدقوا، ها ففتحوا بيوتهم لخدمة المسلمين، كلهم مصروا عند الله درجات عالية ما شاء الله. كلهم هذول شفتهم. نعم. فظلت مراجعتي لحد الآن أنا أراجع السادة اللي البرفكانيين، السادة البرزنتية في السليمانية، نعم في أربيل، في دهوك، شلون كان وجون الوالدي أنا الساعة أراجع. الله الله الله. فهي بيجي شافوا هذول قرية الجيسات، عندهم ماكينة رستم بالسبعينات، نعم تسقي الزروع. طيب الدنيا حارة وكان علقت شبت بها النار طالت اي، وقبل غالية هذه يجيبونها من الخارج وزروع راح تموت، قاموا يصيحون التموا. والدي جاء، هي بقربنا الماكينة، نعم ما تبعد عنا شيء. فشال والدي تراب، وقبل مدة ذكرني صالح سليم الحمد بن أخو شيخ نفوس، الله ذكرني بيها. نعم. تذكر من علقة المكينة عم سيد عبد الله شال تراب بيده، قال يا نار كولي بردا والسلام. الله الله على إبراهيم طفت. الله الله. وهكذا الصالحين تواصلنا وياه، ولكن يا للأسف العقيدة ضعفت، فلما ضعفت العقيدة الناس راحت بغير درب. وان شاء الله نظل مع الصالحين، وان شاء الله مثل ما يقول خاتمه الخاتمه نموت واحنا على حب الحبيب وآل البيت والصالحين، ما نتخلى عنهم ابدا. وهي سعد بن وقاص خال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال يا رسول الله ادعي لي اكون مستجاب الدعوه. شرد له الحبيب صلوات الله، قال أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الله فإن الله شاء الله إحنا تستجاب دعوتنا إن شاء الله يا رب، طبنا مطعمنا. آمين يا رب. فالحمد لله رب العالمين. بارك لما الله حافظنا على هذه أسع، لما نشيل يدينا الله سبحانه يستجيبنا، إن كان مريض يطيب، وإن شاء الرزق الله يرزقنا. وأنا مكة هم راحت فلوسي، ها راحت أبو مصعب بالمدينة المنورة دعاني إيه
قال شخص يروح تلقى السيد هاشم باب السلام خلوا يجي يفطر هين. نعم. قلت يا ما اعرف ابو مصعب. قال هو قال ايه لما رحت مع الرجل لا شايفه ولا اعرفه. قال سيد هاشم. قلت نعم سيد هاشم. قال يا اهلا وسهلا. ف لما قعدت ويا هذا الرجل ثاري قبل اكو معرفه ويا عمامه اللي بسوريا النامسه اللي بسوريا هناك. نعم. هو من حماه ولكن مقيم صار له 35 عام عند الحبيب صلوات الله عليه وسلم. والله ما قايل له اني جنتين ملابس. قال هذه هديه للعيال. قلت الطياره ما اشيل. قال لا اشيل الطياره. الله توكل الله. بالله. واعطاني مبلغ من المال واكرمني حتى عقيق خرز. قال هذا من جوار الحبيب صلوات الله وسلامه عليه اكرمني وجيت وزعت البعض الاحبه. اينما نكون آل البيت الله معانا يرزقنا ويحمينا ويتقبل دعانا. نعم. ولكن يريد تطبيق عمل. هسه عن النساء لما تجي علي انا ما اعزم عليهن يروحن على زوجتي العلويه ام محمد ترقين النساء ابد ما رقي نهائيا النساء على عند زوجتي والرجال اني ما شاء الله ارقيهم. ليش؟ هذا شرع آل البيت. الله. آل البيت كانوا عن حجاب يكلمون النساء. اذا جت امراه اكو حجاب بينهم وبين الامراه، لان ما اختل رجل وامراه الا وثالثهما الشيطان. فطبقنا شرعه وطبقنا ما طبقه آل البيت. سيدنا الرسول صلوات الله وسلامه على اله وصحبه وسيدنا علي ابو الحسن وسيدتنا فاطمه فطبقنا على شرع اجدادنا والحمد لله الله سترنا واكرمنا وصارت سمعتنا عاليه في كل مكان. وين ما تروح تقول الشيخ عبد الله الشيخ نامس. نعم. بيت الشيخ نامس معروف. اي والله. ليش؟ طبقنا شرع الله. نعم. طبقنا اخلاق آل البيت. بارك الله بك سيدي. ونسال الله ان يحمينا بحماه. امين يا رب. وليحتمي بحماه ليس يضامي. نعم. ويعافي ويشافي عراقنا الجريح. اللهم ونسال الله ان يحمينا بحماه ويحميكم وحياكم الله يسلمك ويا خير من بارك الله بك طال عمرك. الله يجزيك ان شاء الله من علمه ومن دينه. بارك الله بك. كل الشكر والامتنان لفضيلة السيد هاشم بن السيد عبد الله النامس اللي شاهدنا دموع الخشوع وهو يروي قصة وكرامة مأثورة للسيد عبد الله النامس. الله يجعله ان شاء الله من الصالحين ومع الشهداء والصديقين ان شاء الله. كل الشكر والامتنان لمضيف النوامس وكما يقول سيدنا هاشم يا خير مقدم لكل من زار هذا المكان المبارك اللي تركه وقف لكل المسلمين. نشوفكم ان شاء الله باشر بنفس الموعد ومحطات فوانيس في أمان الله.